عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بألف ألف خير. وزي ما بقول لكم دايما بتمنى انه بالفعل كل المتتبعين طبعا يكونوا مبسوطين من الحاجات اللي بقدمها لهم، ودايما يا رب نكون عند حسن الظن. وبرحب بكل الجدد، يا رب يكونوا مبسوطين من الشانل تبعنا. فهنا اخترت اليوم اعملكم الكريب بالفرماج او الكريب بالجبنه الفلامنج او الجبنه نقول فرماج روج، يعني الجبنه الحمراء. فخلوكم معايا عشان اقول لكم المقادير بالظبط اللي ممكن نحطها في الكريب ده. هنا المقادير اللي عندي هي نص لتر حليب، نص كوبايه صغيره زيت ذره، 6 بيضات، 6 حبايات بيض. اوكي، هنا ملعقة ونص كبيرة تبع الزبدة، هنا شوية فلفل اسود وشوية ملح، هنا شوية كزبرة بقدونس بسيطة، وهنا واحدة البيكنج باودر او الخميرة الكيماوية. هنا عندي بالنسبة للدقيق زي ما بقول لكم دايما بيبقى على حسب الدقيق، فهناك انواع بتشرب المية كتير وكذا، فهنا عندي تقريبا 150 جرام. فهشوف على حسب الخلطة وكده، راح اشوف اذا ظبطها يا حب انقص منها يا بقى اضيف لها كمان. فخلوكم معايا لحد ما نظبط كل حاجة وتشوفوا معايا الموضوع ده هيمشي ازاي. تبعي احطه على طول في الخلاط الكهربائي، هنا اضيف الملح والفلفل الاسود، هضيف كمان الزيت والزبدة، زبدة هنا كمان. فهنخلي المكونات دي هنخلطها لوحدة وبعدين نضيف الحليب. هنا بعد ما عملت الخليط ده تقريبا عملته في الخلاط الكهربائي مدة دقيقتين، هضيف له كمان الحليب ده النص لتر زي ما قلنا. هي اهم حاجه في يعني بالنسبه للكريب عشان يبقى كويس ويجي طعمه يعني يبقى خفيف وكده، لازم الخلاط نشتغل عليه او نخليه نسيبه يخلطه براحته لمده يعني في التوتال، يعني في المجموع الخلطه كلها تبقى 5 دقائق على الاقل هو بيندرب في الخلاط. اوكي، هنا بعد ما ضفت الحليب هضيف كمان البيكنج باودر، اوكي، هضيف الكزبرة وبقدونس واخلط الحاجات دي كمان دقيقتين. هنا بعد ما خلطنا كل المكونات دي هحط الدقيق تبعي زي ما قلنا 150، وهشوف النتيجة هتبقى ازاي. لو حبيت اضيف له كمان هضيف له على حسب الخلط. خفيف زيادة شوية، فهضيف له كمان 20 جرام دقيق. فزي ما قلت لكم ممكن لو في نوع تاني من الدقيق ده الابيض ممكن ما نحتاجش نضيف له 20 جرام دي. كده هنخلط كل الحاجات دي. هنا بعد ما خلطنا الخليط تبع الكريب وبيجي بالشكل ده خفيف جدا، اوكي، هحطه في الزبدية الكبيرة دي واسيبه لحد ما اجهز الجبنة واجهز المقلاة تبعي، لازم تسخن كويس وبعدين هنمر الى تسوية الكريب. فخلوكم معايا للاخر. هنا جهزت الجبنة تبعي، فهنا انا عملت جبنة الفلامنك او الجبنة الحمراء فرماج روج. فكمان حبيت اعمل حاجة، حبيت انه اكسر يعني احنا عارفين الجبنة دي الحمراء بتبقى ملحة زيادة، فحبيت اكسره بايه، زدت عليه الجبنة موزاريلا لانه اوريدي ما بتبقاش هي ملحة يعني، فحبيت اكسر الملوحة دي بالشكل ده. فهنا عندي خليط من الموزاريلا والجبنة الحمراء. كمان في بيبقى في انواع كتيره من الجبن، فكل واحد ممكن يعمل الجبنه اللي هو عنده في البيت واللي هو عايزها، فبيبقى ده اختياري خالص. فهنا هبدا دلوقتي اسوي الكريب. هنا زي ما قلت لكم الجبنه كل حاجه، هنا المقله تبعي سخنت قوي، فدلوقتي احط
هنحط الفرد العجين تبعه. المقلاة تبعي كبيرة فمعملها كده، بحب انا اوريدي الكريب يجي بالشكل ده، فلحد ما يستوي نقلبه كده كمان على الجنب التاني، وبعدين نحط عليه الجبنة، فبالفعل بيجي لذيذ جدا. كمان حاجة انا بحط عليه الزعتر فبيديله طعم حلو جدا. هنا بعد ما استوت قلبناها، فدلوقتي هنقلبها تاني من هنا. فدلوقتي استوت جدا، وهنحط عليها شوية الجبنة فبالشكل ده، نحط على النص بس، والنص التاني اوريدي هنحطه على الجنب التاني فبالشكل ده. فخليكم معايا عشان تشوفوا كمان، وهي في المقلاة تبعها فبنسيبها كده. وبعدين نحط على الجنب التاني كمان لحد ما يبقى عنا شكل كده هرم او فبالشكل ده. الكريب تبعنا جاهز. ممكن كمان لما نحط الجبنة نحط كمان زعتر اللي بيحب الطعم تبعه. وبعدين بعد ما سهل ده الجبنة نحط الطرف التاني، وبعدين نكمل كل الكريب اللي عندنا. وبالشكل ده خلصت تجهيز الكريب اللي عندي. فزي ما بتشوفوا كده بيبقى شكله حلو جدا للتقديم. وصفة بالفعل جميلة، وبتمنى بالفعل من كل قلبي انكم تجربوها، لانه بالفعل وصفة ناجحة 100%. والمذاق تبعها رائع رائع جدا، فان شاء الله تجربوها وهتشكروني عليها انا متأكدة. فعلى فكرة كمان الوصفة دي ممكن تعملوها باشكال كتيرة، بس تبقى ايه الوصفة تبع الكريب هي هي، بس الحشوة تبعها انا بس عملت دلوقتي الجبنة، بس ممكن تعملوا الجبنة مع اللحمة المفرومة. وبالشكل ده خلصت الوصفة دي، وبقدمها لكم بألف هنا وصحة وعافية، وان شاء الله تجربوها وتعملوها وهتنال اعجابكم. بلا ان القاكم بفيديو جديد وافكار جديدة، بحبكم قوي، وخلوا بالكم من نفسكم، ومع السلامة.